10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة للفارس الابيض نادي الزمالك امام نهضة بركان. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن ينتصر في هذه القمة. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المباراة القادمة نادي الزمالك امام نهضة بركان المغربي ضمن مباريات الإيابة في الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية الافريقية. نتيجة الذهاب انتهت بانتصار الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف. ملعب المباراة استاد القاهرة الدولي. توقيت المباراة الاحد القادم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والسابعة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. المباراة منقولة على بين سبورت 6 والمعلق علي محمد علي وجواد بدر. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم احداث هذه المباراة على قناتنا ان شاء الله فتابعونا. توقعاتكم معنا في التعليقات، من يكون الفائز في هذه المباراة ومن يحصد لقب كأس الاتحاد الافريقي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.